السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو ساري الأحمدي. حبينا نوريكم في المقطع هذا نجاح الأزولة، ما شاء الله تبارك الله، عند أخونا أبو وليد في القصيم. نجحت معاه ما شاء الله نجاح باهر، الله يطرح له البركة. هخليكم مع المقطع، حبينا نعلق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير كثير مرة ناخذ النوبة اليوم، والله عشر زي دولي ناخذه ونشفه في 24 ساعة طال عمرك، ومنعاد نعلف به البط. شوف ما شاء الله ومتزاحم، شوف مزاحم وبعضهم تقلب، شوف منه كثافة ولا الحمد، كله نجاحا ولا الحمد. شوف الله يجزاك خير، والله اني بتتي كل ما شفته اني ادعي لك يا ابو ساري. الله فضيح شوفان، ما قصرت والله يا الغالي، الله يجعلك في الجنة. شوف هذا، مش هذا بدون تربة، هذاك بتربة، هذاك تربة 400، تذكر قلت لك تربة 400، هذا هو جميل والله. كل النجاح، كل شيء نجح ولله الحمد. هذا شوف بدون تربة برضه، شوف اخذيه منه اثنين، ناخذ منه اثنين يوميا، يعني هاي تقريبا تجي حوالي 3 كيلو. 3 كيلو اول ما نطلعه تنشف 3 كيلو، بس صار من بكرة تصير كيلوين كيلوين. شوف هذا ما شاء الله التربة طيب طيب ولله الحمد مرة، كلن ولله الحمد. الظاهر ان الجو ذا هو المناسب. شوف قل امين، الله يجعلك بالجنة والله. ثم انت وعبد الكريم عبد الحكيم الشنواني بمصر، والله ما قصر بداية الاول، بس عاد فشلتك اليوم لان ما مشيت بتعليماته. المرة هذه مشينا بتعليماتك ابو ساري، لا اله الا الله، ابشرك الامور طيبه بالحيل. ومن قبل رمضان ترانا، لا استغفر الله، من نص رمضان احنا ناخذ 6 من اول، الحين بدينا ناخذ 10، يعني تقريبا 10 و3 حوالي 30 كيلو يوميا. الله يجعلك في الجنه يا ابوي، ما قصرت.